جيد، برحب بكل مشاهدي تلفزيون جديد وين ما كنتوا موجودين. اليوم رح نحكي عن المراهق، قدي في فترة صعبة بيقطع فيها، قدي العمر بيكون كتير حساس، طريقة تفكيره حساسة، طريقة التعاطي معه حساسة، يعني من كل الميلات لازم نعرف كيف نحكي مع المراهق، مع ابننا، مع بنتنا، حتى لنقدر نكسبهم لبعدين. تفاصيل أكثر رح نعرفها مع المستشارة بالتنمية البشرية وتدريب الذات فرح الحر. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. بونجور، كيفك مريم؟ كيفك اليوم؟ صباح الخير إليك ولجميع المشاهدين. أهلا وسهلا. تمام. يعني اليوم بس نقول مراهق، نحن منقول الله يستر شو مصدرنا. دائما الأهل عندهم مع كلمة مراهقة مشكلة. صحيح. هي لو إذا بدي حدد المراهقة من أي عمر لأي عمر قد إيه بتمتد؟ تقريبا هي المراهقة بتبلش عند الفتيات أصغر شوي من الصبيان. أوكي. بعمر 11-12 سنة، وعند الصبيان بعمر 13-14 سنة. قد تمتد إلى سنوات، لعشر سنوات. وإذا عرفوا الأهل كيف يتعاملوا معه ويتعاطوا بطريقة إيجابية ويكون عندهم معرفة وكونيسانس عن هالمرحلة ودراية، تعاملوا بعقلانية وإيجابية. هلا بنشوف في كثير يعني قصص. حتى طريقه الحكي بدها تكون مختلفه طبعا. لانه المراهق بفكر انه بس بفتكر هي مرتبطه بكمان تغير الجسد، هرمونات، عم يكبر، عم يتغير شيء، عم بيشوف، عم يطلع بالمرايه، فبفكر انه نحن كبرنا. صح. نحن بنعرف كل شيء، هيدي انا بعرف كل شيء، قصه كبيره، بنعرف كل شيء ونحن عنيدين ونحن بنكره الشخص اللي بينتقدنا. هلا حنحكي عنهم كلهم. صحيح. لنكون عم نساعد الاهل ونضوي لهم على اكثر نقاط بيقدروا يشوفوها عند اولادهم، يركزوا عليها ويشتغلوا عليها. طيب اذا بدي بلش بالحديث تبعنا، المراهق مين اصعب، الشاب ام البنت؟ هلا خلينا نبلش اعرف شو هي المراهقه وبنشوف. ما فينا نعمم نقول صعب على الشاب او على البنت، لانه كله بيرجع لكيف هن اولا جيناتهم. أه. كيف كان جو البيت اثناء الطفوله، قد ايه تحضروا من قبل الاهل، فهي مش انه مساله بنت وشاب. اوكي اوكي، هي كل عوامل بتدخل عوامل ببعضها. اخرى. صحيح. طيب اذا بدنا نعرف المراهقه، المراهقه مثل ما ذكرنا هي مرحله تغيرات كبيره. الطفل او المراهق لانه هو بعده طفل تحت 18 بحس حاله ضايع، لانه عندنا تغيرات هرمونيه. عندنا شغله بدنا نذكرها، انه بالرغم من انه الدماغ بيكتمل 90% او يتطور 90% اول 5 أو 6 سنوات من حياه الطفل، بس ما بيكتمل. وعندنا هالمنطقه يلي هي البري فرونتال لوب، يلي هي مسؤوله عن السلوك، عن التنظيم، عن كيف بدها تكون ردات فعلنا، عن قراءه لغه الجسد، التحليل، بعدها ما اكتملت. وبعض الاحيان ممكن تضل عمر ال 25 او 26 لحتى تكتمل. أوف. دونك كل هالقصص بتضل تاثر، يعني هي بتضل تلعب دور وبتضل معيشه هل خليني اقول هالمراهق كمراهق. طبعا. هلا خليني اقول لك شو اللي بيصير، انه المراهق نحن عندنا باي ذا واي 3 برينز، عندنا الدماغ العقلي، الدماغ العاطفي، والدماغ الغرائزي. دونك المراهق بروح بيلجأ للدماغ العاطفي، لهيك منلاحظه أوقات كتير حزين، مبسوط، عم تتلخبط مشاعره، ضايع. خلال النهار ساعة بتلاقيه مبسوط، ساعة عم يضحك، ساعة رافض، ساعة غضبان. بعدين المراهق كتير بينزل عنده هرمونات السعادة. ففي بعض الأحيان إذا ما عرفوا الأهل يحاوطوا، يعرفوا كيف بدهم يحكوا ويتواصلوا معه، كيف بدهم يتعاطوا معه، كيف بدهم يمدحوه، كيف السلوكيات السلبية أنا ما بدي أنتقدها، بدي ضوي على الأشياء الإيجابية، وقد ما في الأشياء السلبية ما بحكي فيها، لأنه بس أحكي فيها هون بده يتحرك العناد، مواجهة، حيعمل بلوك. بيرفض المراهق، بيرفض كل شيء اليوم انك انت تضغط عليه، او بيرفض كل مثل ما قلتي نقد، او بيرفض كل ملاحظه. صحيح. بيرفضها كليا، لانه بيكون عم بيشكل هويته، عم يكتشف مين هو، عم يكتشف الايدنتيتي، الايدنتيتي اللي له، مفاهيمه، معتقداته، عم بيجرب يرسخها اكثر، عم بيجرب. بس من وين عم يكتشفها؟ يعني اليوم عنده بيئته، عنده بيته، عنده اهله، عنده محيطه، عنده قرايبينه، عنده العيله الصغيره بالبيت والكبيره يلي طبعا المدرسه، الاصدقاء. هل كلهم بيلعبوا دور؟ اكيد كل شيء بيلعب دور، بس هيدي هون صعبه، لانه انت عم تاخذي من كل مطرح مختلف طبعا، من بيئه مختلفه عم تروحي عليها طبعا، لانه
هلا هو المراهق حنلاحظ انه بحب كثير اذا بيلاحظوا الاهل يقعد لحاله، دائما بحب العزله، بيقعد بغرفته. ليه؟ لانه بيكون مثل ما حكينا عم ببلش يعمل هيدي السبيس، عم ببلش يكبر، عم ببلش يشوف هو مين، عم ببلش ينبش انه يحكي على ناس، يحكي عفوا مع ناس، يتواصل مع ناس من نفس الافكار، يعني مع مراهقين يفهموا على بعض. بيفهموا على بعض، ليه بيفهموا على بعض؟ لانه اصدقائه رح يمدحوه، بينما الاهل منلاقيهم دايما عم يعملوا تقريبا هالكريتيك الدائم والنقد المستمر، فبصير يهرب من اهله، بصير يحس انه انا لا بدي الجا لمطرح ثاني. من هون اهميه انه لما يكونوا من بكير الاهل زارعين فيه الفالور والقيم محدده وعارفين انه رح يوصل المراهق لهالمشاكل، شاغلين عليها من الطفوله الصغرى. يعني مثلا رح اعطيك اكزامبل صغير، اذا عندنا بيبي عمره 5-6 اشهر ولقينا الام عم تعيط عليه لانه ما بيعرف ياكل، شو رح نقول عنها؟ رح نقول انه ما عم تعرف تتصرف. اكيد، لانه هيدي اعتبرها معنفه عشوائيه 100%. اكيد، لانه هيدي صفات النيو بورن او البيبي كمان، او هي فينا نقول بعض السمات السلبيه. كمان المراهق عنده صفات ايجابيه وعنده صفات سلبيه، لما اعرفها تمام المعرفه وبحب كثير اذكرها لنكون عم نلفت نظر الاهل عليها، هون رح اعرف كيف بدي اتصرف معه. يعني انا بدي اذكر، رح بلش بالصفات السلبيه لانه كثير بنلاحظ عند المراهق. المراهق بيكره كثير الشخص اللي بينتقده، حتى بيعلن العداوه معه. المراهق كثير كثير بحب وبيستمتع، عنده لذه بانه يكسر الاوامر، ما يسمع الكلام، لانه هيدا الشيء بحقق له نوع من الساتسفاكسيون انه هو عنيد، هو كبير. المراهق كمان دائما عنده القدوه بحب يكسرها، يعني ما بحب، بحب اهانه القائد. المراهق عنده كمان مثل ما قلنا بحب يفرض نفسه ويفرض آراءه. بس بالصفات الإيجابية اللي عند المراهق إذا كمان عرفناها وعرفنا كيف نعمل هالتوازن، كتير رح تكون التربية إيجابية، وكتير مرحلة المراهقة حتقطع بطريقة أسلس، لأنه بعض الأوقات في قرارات بتتم بعمر المراهقة بتأثر على حياة الفرد مدى الحياة. صحيح. عشان هيك بدنا نكون كتير بريدان وكتير ننتبه لكيف نتصرف. من المميزات والخصائص اللي كتير حلوة، المراهق بيعشق الشخص اللي بيعطيه المدح، اللي بيعطيه الاستقلالية، بيسمع له آراءه، بيقدره. المراهق عنده وفاء كتير كبير للشخص مثل ما قلنا يلي بيقدره بيسمعه، وعنده ولاء كتير كبير للشخص يلي بيعتبره انه هو صار كبير. فبدنا ننتبه انه مثلا انه نتعامل معه مش كولد، يعني ما نعطي اوامر، يعني ما نفرض راينا ابدا، يعني ما نخليه يحس انه هيدا القرار صادر من عنا. يعني نعمل حوار بشكل انه هو ياخذ القرار. صح. نعمل حوار بشكل انه ما نكون عم ننتقد، نعمل حوار بشكل انه يكون كصديق او كشخص كبير فهمان بيعرف كل شيء على هالاساس، وعدم الاهانه. لانه اوقات كثير بنسمع الاهل ما بيقدروا له، يعني هيدا بخليه ما يقدر ذاته قدام الاخرين وقدام المجتمع. كتير مهم كون لما كون بالمجتمع وحتى لحالي معه عم بحترمه، ما عم وبخه، ما عم صرخ عليه، ما عم بستعمل عبارات إهانات، ما عم قل له إذا بتتصرف هيك رح يصير هيك. ومثل ما تفضلتي وقلتي ماريات أنه كتير مهم نخليه يحس أنه هو شارك بالسوليسيون وبالحلول. صح. مش صح. أنا جاي أفرض 1-2-3، لأنه بهيدي الحالة هم رح يعملوا، صدقيني ما رح نوصل لحل أبدا، بالعكس رح تكبر المشاكل. صح. هل المراهق لما هالقد بصير فيه مواجهة مع الأهل ممكن ينفر لدرجة، خليني أقول ما بدي أقول ياخد طريق ملتوية، بس أنه يغرق مع أصدقاء السوء، مع يعني يغرق عفوا بالمخدرات. صح. يلتجئ للكحول يمكن. صح. ممكن هيدي كأنه أنا عم بفرض حالي. أكيد هو بيفكر أنه هيك عم بفرض حالي طبعا، لأنه هو هلأ اليوم مثل ما عم نحكي أنه المراهق لما يكون عم يعامل غلط من الأهل، ما في بيئة حاضنة، ما في بيئة عم تحتويه، عم تسمع له حاجاته، عم تعامله كصديق. أنا بعامل بنتي أو ابني بمرحلة المراهقة حتى قبل كصديق، بس بنفس الوقت بضل أفرض أنه أنا الأم، أنا البي، هيدي السلطة بطريقة كتير خفيفة ومدروسة. وبنصح الأهل كتير بس يبلشوا يحسوا دقنا كوس الخطر، بلشت مرحلة المراهقة، كتير 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 نخفف النقد لبل نمحيه. أوكي. ونشجع يعني نمدح.
لأنه كل سلوك بنمدحه بهاي المرحلة حيكبر حيكون عم نركز عليه أكتر. كل سلوك يعني إذا شفنا حدا بالمجتمع عم يتصرف بطريقة غلط ما بنجي بنقله ما تعمل مثله، كل شيء بنقله ما تعمل مثله كأنه عمول بده يعمل مثله. أوكي. نتجنبه، بنكون ممتنين وعم نمدح فيه إنه الحمد لله أنا بنتي مثلا عندها حسن الأخلاق، الحمد لله يعني كذا شغلة. أوكي. ما بنفرجيها إنه نحنا عم ننتبه أو نفرجيه عم ننتبه يعني عصر. ندوي بطريقة غير مباشرة وبطريقة إيجابية على الأشياء الحلوة، وبالتالي هي أصلاً ما بقى رح يعملوا الأشياء البشعة لأنه مدحنا بالأشياء الحلوة اللي هن بيملكوها. النهار اللي منكون عم نمدحهم ونكون أصدقائهم صدقين رح تقطع مرحلة المراهقة بكتير أضرار أخف. وآخر دراسات برهنت كمان هيدا شيء رح ينصدموا يمكن بس يسمعوا، إنه كل ما كنا بوزيتيف مع الأولاد وإيجابيين بمرحلة المراهقة رح تمرق أسرع، يعني لحظة تخلص أسرع. تخلص إيه، البيك تاعها بيكون بين الست شهور والسنة عند الأهل اللي بيعرفوا يتعاملوا بإيجابية. وبدي أعطيك مثال، مثلا إذا نحن عنا ذكرنا أنه المراهق كتير بيحب يكسر الأوامر، ما بيحب يسمع مزبوط. الأم والأب بدي يعمل اللي براسه، وما بيحب حتى ما بيحب يحترم بمكان ما، منلاقيه عم بيصرخ عم بعيد. إذا من هو وصغير صغير كنا عم نشتغل على قيمة الكلام والحوار مع الكبار، على قيمة أنه يحترم والده ووالدته، وهيدا الشيء بده يلمسه بعيون أمه وبيه، يعني بده يشوف احترام من الأم للبي والعكس صحيح من البي للأم. طبعا لما يكبر ويصير مراهق حتى لو كسر الأوامر وكسر الكلام وعمل أي شيء في احترام موجود، في شيء عنده مش بس احترام، عنده تأنيب الضمير مرتفع جدا. أوكي. حيروح يقعد لحاله يراجع حاله بقوته، حيجي نلاقيه ضميره كتير معذبه وعم يعتذر لو انديركتومون، لأنه هو عنده بده يفرجي أنه هو ما غلط وهو كبير. أكيد. فكيف منشتغل من الصغر ونكون عم نعمل تحضير لمرحلة المراهقة كل ما حتكون أحلى وأسلس. هلأ بس خليني أقول أنه هي مهمة صعبة، كثير انه نحن عم نقولها هلا عم نهونها قد ما فينا على الاهل، بس هي ما في من يعني ما في شك انه الاهل بيكونوا شايفين مصلحه الاولاد بمكان ما، الاولاد بيكونوا معندين لانه ما بيعرفوا انه هيدي المصلحه يمكن يلي هي رح تكون ايجابيه بحياتهم لبعدين، وبالتالي هون بيخلق الكونفليكت. صحيح مزبوط. ومش دائما هين انك تعملي اصلا حوار مع المراهق، كثير يعني صعب، بس بدنا نكرر وبدنا نحاول. مثل ما قلنا لما نكون بانيين من الصغر هيدا الحوار وهيدا المصداقية مع الولد والاحترام، وأسسنا معه القيم الأساسية. وأنا لما أكون كأم وكبي مش غلط ضل اطلع ضل روح احضر تدريبات لو بدي احضر، لو ما في امكانيات في احضر على هلا صار في كثير مزبوط على السوشيال ميديا كله مفتوح وكل ميديا التطبيقات مفتوحه تثقيفيه تقدر تخلي صحيح تقدر تخليني ضل اتطور واتعلم، لانه انا بالنسبه لاولادي القدوه. صح. وانا بالنسبه لنا بدنا نكسبهم بالاخر المرشد كمان. بدي يكون المرشد لانه هو حيقلدني اذا قلنا ايه ولا لا. عندنا من خلال الخلايا العصبية المرئتية هو عم بيقلدنا 100%. شكرا كتير لك، شكرا على هالنصايح المهمة اللي قدمناها اليوم للأهل سواء الأم أو الأب. يمكن طبعاً. الأم أكتر لأنه بحكم تواجدها أكتر مع الأولاد يمكن هي بالمواجهة تطلع هي دايما الشريرة بالآخر، عرفتي على أساس هي اللي بدها تربي، وبيجي البي أوقات بغنج شوي. هلأ هو حلو هالتوازن، لازم يكون في توازن. أكيد. ولما نكون من البداية متفقين على نمط واحد بالتربية. صح. صدقيني واهم شيء شيلوا الخوف، بتكون سهله القصص لانه كل شيء بنخاف منه بيصير 100%. قد ما فينا بدنا نشيل الخوف ونكون ايجابيين ونكون سلسين بالتعاطي مع المراهق. صحيح. شكرا كثير لك، شكرا على هالمعلومات القيمه اللي قدمتي لنا اياها، بتمنى لك نهار احد حلو. شكرا. ميرسي. اهلا وسهلا.